أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباح الحب وصباح الجمال وصباح الإيمان في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدبي. في هذا الصباح الأغر جاءت إلينا من الفلبين الأخت مارليني، تريد أن تدخل في دين الإسلام، فمرحبا أهلا وسهلا مارلين بك. لماذا تريدين أن تدخلي في الإسلام؟ Welcome. No problem. I want yani, not only for yani, yeah. I am Muslim, but I don't know how to make praying. But inshallah, welcome. I will. قولي ورائي you can say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مبارك إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم، مبارك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت مارلين على دين الإسلام.